السلام عليكم، يا رب إن شاء الله تكونوا طيبين وأيامكم طيبة وبخير، ويا رب يرزقكم السعادة. الفقرة دي معايا ضيف أنا بحترمه جدا جدا، وفقرته الحقيقة محببة جدا جدا، والتليفونات بتبقى كتير جدا جدا جدا، فأنا بقول أهو حضروا نفسكم علشان تنبسطوا بالفقرة دي. بيشرفني دكتور رئيف رأفت، خبير بعلم الفلك والنمرولوجي. ازي تسلمي. حضرتك؟ الحمد لله استاذه نشوى، كلك ذوق. انا لي شرف اكون مع حضرتك دوما. الله الله تسلمي لي يخليك، تسلمي لي تسلمي ومتشرفين فعلا بوجودك، تسلمي لي تسلمي لي استاذه، وبنتفائل كده بكلامك اكيد الطيب. تسلمي لي ان شاء الله باذن الله. باكد على حضراتكم تاني، اي حد عايز يكلمنا هنحط الارقام علشان نستفيد بقى كل الاستفاده من الدكتور. نعم تفضل دكتور. بعد اذنك، احنا في اجواء او دخلنا برج الحوت. تمام. طمني على برج الحوت، اخباره ايه السنه دي والايام دي؟ لا ان شاء الله خير. الحوت طبعا هو حاليا كانت الشمس في الدلو، كانت عامله شويه للحوت، يعني مش منظم اموره. دائما واحد قبل عيد ميلاده بيكون شويه متكركب، تعبان، مضغوط، مش مستقر نفسيا صحيا، امور بشكل عام يعني. أيوة. حاليا الشمس هي يعني الحوت يبدا من 19 2 بينتهي ب 20 3. أيوة. طبعا حاليا الشمس دخلت في برج الحوت، يعني هلا هيستعيد عافيته برج الحوت ان شاء الله، يا رب باذن الله، وطاقته وتفاؤله اكتر ان شاء الله، يا رب ويكتر من الفيتامينات. يعني ممكن لهم بالحلقه ممكن نستفيد بكم برج نعطيهم فيتامينات او الطاقه الشهر ده، ممكن نفيدهم يشربوا ايه يعني طب بعلوم الحوت يعني ياخد يعني فيتامينات وايه تاني؟ مثلا هلا اموره بخير، يعني انا هلا بشوف الحوت حاليا هيكون بفتره رائعه جدا للفتره اللي جاي، يعني من بعد 11 مارس والله اعلم طبعا، يا رب هيكون الكواكب كلها هتكون عنده، الزهره، المريخ، العطارد، طاقات كلها حلوه هتكون لبرج الحوت، هينسعد يعني ان شاء الله يا طاقته رب حلوه يسعد جدا. قلبك والله الله يخليك يا ويبشرك رب. بكل خير. الله يخليك يا استاذنا شويه، يعني امور خير للحوت، في عنده طاقه حب، طاقه تفاؤل، شهره، رزق، في طاقه، سفريات، ممكن تنقلات، اجتماعات، يعني عطارد لاني بدي اعطيه الاجتماعات والاجواء الاجتماعيه الحلوه، حلو. الفنون، الفن، الحظ، يعني انا شايف الحوت داخل فتره رائعه جدا الفتره اللي جايه. والله بشرتني الله بالخير، يخليك ربنا تسلمي يا استاذه. يبشرك. والحوت تسلمي يا استاذه غلبان كده بقاله كام سنه، نعم. فيعني محدش يعني كل الناس بتشوفه تصعبان عليه وتقول لا يا لا حرام هو حظه كده ليه. الفترة اللي جاية حلوة إن شاء الله، وهتكون أمور الشهر ده، يعني أنا شايف هو شهر الحوت هيكون يا مميز رب إن شاء الله، وفي عنده الكاريزما، يعني حتى تكون كاريزمته حلوة جدا يا للحوت. رب والله. والحوت طبيعته يا رب، الحوت متنبئ قوي كصفاته، شخصية يعني عنده عفوية، عنده شوية فضولية للحوت، بس مش فضول للعالم، فضول بنفسه ممكن. أيوة. عنده طاقة روحانية، لأن كوكب نبتون اللي بخليه دائما بعفوية، بيحب يساعد الناس المحتاجين، الفقراء، المساكين، أي حاجة مساعد للخير ربنا يكرمك. إن شاء الله. وبينجح في أماكن، يعني مثلا في طاقة المساعدات، يعني بالمشافي، بالطب النفسي، بالطاقة دي، هي كتير بينجح برج الحوت بالأمور دي. طيب والنبي شوف لنا الرقم ده، بما انك خبير كمان في الأرقام. نعم. 19/3/1966. 66 هو الرقم. تشرفني والعمر كله يا استاذه نشوى. الرقم ده حلو السنه دي اذا بنحكي لهم بعلم الارقام، بس في ناس قالوا لي ان وجود رقم 6 متكرر مرتين ما بيبقاش لطيف جدا. لا بالعكس، هو بص يا استاذه نشوى، كل واحد عنده طريقته بعلمه. مثلا هلا نحن اليوم عندنا بعلم الارقام رقم 6 هو رقم فينوس، الزهره، كوكب الحظ، الحب، الجمال، الفن، الذوق، تمام، الرزق، الشهره، بينجح حتى في التمثيل، في الفن، بانواع الفن. السته اللي بشيل سته او اللي بشيل ستات كثيره، هذا قابل يعني كاحصاءات وكعلوم نحن ندرسها ونبحث فيها بعلوم النيمرولوجي، انه الرقم ده هو رقم الفن، اللي بيشتغل بالفن باي كان فن هيكون شهره، هيكون فنان، زي محمد صلاح مثلا. 15 6 ستة. خمسة صح، وواحد ستة، وستة عنده شهر ستة. ستة يعني شهر عنده ستتين زيي بالظبط. ستتين. طب كيف؟ يعني نجح في فن الكرة مثلا، نحن ما نعرفش الغيب، نحن ما لا نعرفش لا انه هيكون بإيه، لا بس طبعا هنعرف ربنا انه العالم. ممكن هذا الرقم إيحاؤه أو تفسيره هو هيحصل، ممكن يكون ينجح في الفن والله الأكثر، هو قابل للفن أكثر، 90% ممكن بينجح في الفن، في الشهرة، في الفنون. ربنا يخليك. طب احنا معانا دلوقتي أم محمد. يا ست أم محمد ازيك؟ ألو يا أم محمد. أم محمد إيه؟ مش معانا ولا إيه؟ معانا مروة؟ يا ألو، مروة. السلام عليكم. عليكم أيوه. السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذة يا قمر؟ إزيك يا أمرايا؟ أنتِ الأمرايا، اسم الله عليكي. الحمد لله. اتفضلي. أنا عايزة أعرف توقعات برجي إيه؟ أنا 6/10/1991. 6/10
1991. حاضر هنقول لك حالا حالا يا مروه، اتفضلي. تمام اسمعينا. تمام. بالنسبه للاستاذه مروه، من ناحيه الارقام عندها ارقامك حلوه يا استاذه مروه، انت ممتازه جدا، حياتك عاطفيه رومانسيه جدا دائما، يعني انت حساسه مروه، بتيجي حساسه كارقام عاطفيه، بس بشكل عام متردده باتخاذ القرارات، عنديه بشكل كبرج وكارقام. أيوة. بس كريمه جدا. التوقعات السنه دي الله اعلم واعلم طبعا. طبعا نحن كعلم الارقام اللي بنشوف كارقامك، سنه هي سنه الرفعه، سنه السلطه، سنه تحقيق الامنيات في عملك مثلا بين الناس، حيكون لك سلطه وفي عندك تغيير سكن، ما اعرفش اذا عزلتي من مكان لمكان او تمتلكي شقه او تغيير بالسكن. السنه دي تاخدي بالك عن نقطه ضعفك القولون، المعده، يعني هو تاخدي بالك من المعده، خلي بالك من جهازك الهضمي، من الجهاز الهضمي، يعني الحاجات الحادقه الشطه كده تنتبهي شوي. لكن انا بعتبرها سنه يعني طاقتك القمر، السنه هي القمر. اتاملي بالقمر، ادعي يا رب، كل ما تشوفي القمر ادعي يا مروه. السنه سنه مميزه. تمام يعني. معانا ندى. يا ندى ازيك يا حلوه؟ الحمد لله تمام. اتفضلي اتفضلي يا جميله. اهلا بحضرتك. اتفضلي يا قلبي اتفضلي. كنت عايزه اعرف انا برجي ندى 30/8/99. 30/8/99. حاضر يا حبيبتي. يعني دراسه وكده. حاضر. وبرج اختي 96. ايه؟ 96. كم؟ 96. ايوه تاريخ ميلادها 12/3/96. 12/3/96. حاضر يا حبيبتي هنقول لك حالا. تمام اتفضلي. تمام. تمام. هي بالنسبه لندى برج عذراء، يعني برج العذراء الفتره دي حلوه كبرج العذراء، لكن العذراء الفتره دي يعني تاخدي بالك من حاجات السخنه، تنتبهي من حاجات السخنه، تنتبهي من تكتري زي البريل، يعني هو الفتره عشان الاملاح. بالنسبه للعذراء يكتر من شرب البريل اكتر وتكون امورهم بخير. بس ما فيش اي حاجه، امورك بخير يا ندى. انت السنه دي انا بعتبرها سنه الله اعلم سنه المال يا لندى، سنه فيها ماليه حلوه. طب الدراسه ايه اخبارها؟ ده بتقول لك طمني على الدراسه. الدراسه انا مش شايف انه حاجه عندها. لا ما فيش اي حاجه، بالعكس امورها تمام دراسيا، بالعكس انا سنه شايفها حلوه دراسيا، ما فيش اي حاجه، امورها بخير يا رب. وبعدين هي ندى محظوظه اساسا كارقام، ما في عندها حظ، حلو، وبتحب الفرح والمرح جدا جدا جدا. طب وهي أختها؟ بخير. اختها سنه كمان فيها، هي كمان هي واختها محظوظين سبحان الله كارقام، هي عذراء واختها حوت، لكن اثنين محظوظين ما شاء الله. احنا اتكلمنا عن الحوت في الاول جدا. محظوظين، وهي هتكون الفتره دي عندها تحقيق امنيات لاختها، تحقيق امنيات حلوه، وفي عندها حظوظ ونجاح في السوشيال ميديا، اي حاجه في السوشيال ميديا هتكون ناجحه ان شاء الله. ان شاء الله. معانا بسمه. يا بسمه ازيك؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا استاذه نشوى؟ ازيك يا حبيبتي اتفضلي. تمام. كنت عايزه اعرف برجي انا 2/4. 2/4 سنه كام؟ 1990. 1990 تمام. و4/11/1981. 1981 ده مين؟ ده جوزي. زوجك. اوكي يا حبيبتي هنقول لك حالا. تمام. عايزه اعرف كل التفاصيل ان يعني. شاء الله خير. تمام. يا ربنا يسعدكم. بالنسبه لبسمه، يعني هي عندها تنبؤات قويه جدا يا استاذه بسمه، انت تنبؤاتك قويه، اعتمدي على تنبؤاتك، احساسك، فراستك قويه ما شاء الله، بيتوتيه، يعني انت من نوع البيتوتي كارقام، تحب بيتها قوي. كارقام. برج الحمل طبعا متهور، برج الحمل متهور. انا متهور وصريح وعصبي وعصبي ومسيطر وغيور وشكاك في بعض الاحيان. انت خففي شويه العصبيه يا استاذه بسمه وخليكي ريلاكس، بس امورك خير، يعني انت تنبؤاتك قويه. طب وزوجها؟ زوجها كويس، السنه عندها تحقيق امنيات والله اعلم ان شاء الله باذن الله. زوجها في عنده تغييرات بحياته كتير، زوجها يعني كمان عنده التنبؤات قوية، حاسة السادسة موجودة. جوزها أرقامه بتحمل السفر، يعني عنده مفاجآت كتير بحياته، يعني حتى يمكن جوازها الأستاذة بسمة صار بالصدفة أو بالشكل مفاجئ. هو السنة دي عنده شيء من الفلوس، والله أعلم ممكن يحقق فلوس، ما أعرفش إزاي، أنا ما أعرفش الغيب، بس في فلوس. فلتر كتير ناس من حياته بداية السنة، فلتر كتير أشخاص في من ناس حياته. كتير هيفلترهم من حياته تمام، وحبيفلتر كتير ناس، وفي عنده تحولات كتيرة بحياته السنة دي بالنسبة لجوزها. يا رب خير عليكي وعليه يا حبيبتي، وربنا يسعدكم، وأنت بطلي عصبية شوية. نعم. طيب مين تاني يا حبيبتي؟ كريستينا. كريستين من القاهرة. يا كريستين. إيه كريستين؟ طيب لحد ما كريستين تيجي ممكن نشوف 21/3/94. 21/3/94 اول يوم من الحمل طبعا، من برج الحمل. السنه دي مثلا الرقم ده يعني الله اعلم يا استاذه نشوى، احتمال السنه دي الرقم يعني بيوحي للارتباط كرقم، ما
مش ابراج. ايوه كرقم. وكبرج الحمل بقى كمان كمان عنده ارتباط، يعني هون صار عنده حاجه دبل مثلا كبرج وكارقام، ممكن يصير عنده ويمكن ارتباط. هيخلف ولا حاجه ممكن، او توقيع عقود يا أو رب عقود. يا رب يا عقود شهره. هلا اللي متجوز مثلا لا هتكون علاقته افضل ان شاء الله. ان شاء الله. لكن سنه السمعه هو محظوظ التاريخ ده 21/3 محظوظ جدا جدا. بيحب الفرح والمرح وممكن يوحي للسفر، رقمه يوحي للسفر، يا كان حد يسافر من عيلته او هو بيسافر كان او حاجه كده، بس تمام. الرقم مميز جدا ان شاء الله. ان شاء الله. طب معانا هبه يا أهلا. هبه ازيك؟ اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. انا 8/4/1993. 8/4/1993 انت متجوزه؟ اه. ربنا يسعدك. تمام. حالا هنقول لك يا روحي. تمام. طبعا بالنسبه للاستاذه هبه تكتب اسمها بالالف افضل، هبه بالاخر يعني افضل عشان الالف المد افضل كطاقه الاسم. طبعا هبه انا بشوف عندك دائما يعني ما اعرفش انت شايله مسؤوليات، هبه دائما كارقامك شايله مسؤوليات كبرج حمل، بس كارقام دائما انت مضغوطه، يعني حاولي تتفائلي اكتر، حاولي دائما تطلعي من جو الاكتئاب. حياتك فيها رزق حلو، بس رزقك يعني انا بنتبه تاخدي بالك، ما ممكن راح لك فلوس، ضاع لك فلوس، اتكل عليك فلوس، هون دائما تنتبهي خدي بالك ما تدخليش في اي مثلا شراكه ماليه الا تدرسيها صح. تمام. عشان تكون امورك بخير. السنه فيها فلوس والله اعلم واعلم. يا رب. صحيا تنتبهي على صحتك، ما فيش خطر. السنه دي تصدقي كتير، السنه دي انا بعتبرها سنه فيها كمان فلترت اصدقاء لحضرتك يعني، بس سنه خير وتفائلي بالخير. ربنا يكرمك ويجعلك كده وشك خير علينا. تستميلي يا رب. وشك كده منور ومليان يعني بركه. تستميلي يا استاذه. وانا بشكرك جدا جدا لوجودك معانا. شكرا لذوقك استاذه نشوى. ميرسي جدا. وبعتذر للتليفونات الكتيره اللي عملت تهنيجه، بس والله هو ده زمن الفقر. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. للأسف الفقرة الحلوة دي خلصت، استنوني الفقرة الجاية إن شاء الله هتعجبكم. من أهم الفنون اللي بنعاصرها في حياتنا هي فن العمارة، ومن خلال تعاملنا مع العمارة بشكل يومي في حياتنا أثرت فينا كتير، كمان أثرت على الفولكلور الشعبي واللي من خلاله ظهرت الأمثال الشعبية. مثل النهاردة بيت النتاش ما يعلاش، واللي هيقدمه لنا دكتور عبد الحميد الوزير رئيس مجلس إدارة شركة أرابيسك للتنمية العمرانية. نشوف التقرير ونرجع على طول. يا مساء السعادة. بيت النتاش اسم فيلم للفنان إسماعيل ياسين والفنانة العظيمة شادية، وكوكبة كبيرة من نجوم الفن. تم إنتاجه سنة 1952. قصة الفيلم بتدور حوالين راجل بيبيع قطعة أرض بعقد مزور وبيقبض العربون وبيرفض يسلم الأرض للمشتري وبيفضل يماطل معاه، ولما خاف إنه ينكشف قرر الزواج من ضحيته، لكنها بترفض بسبب إنها عايزة تجوز بنتها الأول، فبيقترح عليها إنه يجوز ابنه لبنتها، لكن بنتها كانت بتحب ابن خالتها، فبدأ يحيك الدسائس والمكائد علشان يجوز ابنه لبنتها وهو يتجوز أمها، لكن في النهاية بينكشف أمره وبيدخل هو وابنه السجن. كتير مننا ممكن يكونوا عارفين الفيلم ده أو شافوه أو حتى سمعوا الأغنية بتاعته. لكن مين مننا يعرف ان اسم الفيلم ده متاخد من المثل المصري العريق اللي بيقول بيت النتاش عمره ما يعلاش. انا عبد الحميد الوزير وهنا ارابيسك هندردش عن العلوم والفنون والثقافة. مثل حلقتنا اليوم له قصة حقيقية حصلت وبتتناقلها الاجيال، انه كان في قافلة متجهة في موسم الحج للحجاز، فتعرضت لغارة من عشيرة الطوال الأحيوات، إحدى قبائل البدو بلواء العقبة اللي سيطروا على مناطق خلف طريق الحج المصري بعد ما سداح قتل طعيمة شيخ عشيرة العليقات، وبقى الأحيوات من وقتها يحدون على إبلهم ويقولوا طعيمة قتلوا سداح، طعيمة قتلوا راح، يا ناقة دور المسرح.
ونرجع لقصة مثلنا، وهي إن القافلة كان فيها امرأة على ناقتها ويقال إنها ابنة أمير الحجيج المصري. وقعت المرأة أسيرة في إيد أحد أفراد عشيرة الطوال، واللي أخدها بناقتها إلى مكان العشيرة. فضلت المرأة تتوسل لي طول الطريق إنه يرجعها للقافلة، فقال لها لو عرفت فين بيتي من بيوت العشيرة هطلق سراحي. بصت المرأة على بيوت العشيرة فلقت بيت مهلهل وسط البيوت، شاورت عليه وقالت له هو ده بيتك. تعجب الراجل منها وقال لها عرفتي ازاي؟ قالت له الجملة الشهيرة اللي بقى بينضرب بيها المثل حتى الآن، بيت النتاش عمره ما يعلاش. فرجعها بناقتها إلى القافلة. الخلاصة إن اللي بيعتمد في حياته على النبش والهبش من هنا ومن هنا عمر البنى بتاعه ما يعلى أبدا، ولو علي ما بيكونش آمن ولا مستقر، لأن خاماته مش متوافقة مع بعضها ولا فيها تجانس وتناغم، وبتكون النتيجة الأخيرة هي التصدع والانهيار. دمتم سعداء. انت قلتها كلمة حكمة صحيح، لكن انا عاوز ازود عليها كلمة كمان. ايه هي؟ بيت النتاش. بيت النتاش عمره ما يعلاش. بيت النتاش وكلام وكلام واحد رشاش ويخش الوش بيت النتاش. انطلقت فعاليات الدورة 74 من معرض كايرو فاشون أنتكس بمشاركة 400 شركة من 20 دولة حول العالم، ويقام المعرض برعاية وزارتي التجارة والصناعة والتموين، وذلك بتنظيم من شركة بيراميدز العالمية بالتعاون مع غرفة صناعة الملابس والمنسوجات. ويحظى معرض كايرو فاشون أنتكس باهتمام كبرى الشركات والموزعين، وهو أكبر تجمع لصناع الملابس في مصر. ومن الجدير بالذكر أن شركة بيراميدز العالمية مختصة في تنظيم وإقامة جميع أنواع الفعاليات الدولية المهمة مثل المعارض والمؤتمرات. خلونا نتعرف على كافة التفاصيل في التقرير اللي جاي. خطة الشركة عندنا مجموعة معارض كتير قوي سنة 24 و25 واللي جاي. عندنا في الملابس بس يمكن أكتر من 20 معرض على مستوى الدول اللي بنشارك فيها. عندنا في السعودية، عندنا في المغرب، عندنا في الأردن، عندنا في كينيا، عندنا في أوزبكستان، عندنا في إسبانيا، عندنا في روسيا، عندنا دول كتيرة بنشارك فيها قطاع الملابس والمنسوجات اللي هي الأقمشة. بالنسبة بقى في قطاعات أخرى زي النفط والغاز، بنشتغل على النفط والغاز وبشكل الحمد لله من أول المعارض على مستوى العالم، ومعارض دفاع ومعارض بناء وتشييد ومعارض سيارات. عندنا معرض بعد أسبوع في أربيل، معرض سيارات مشارك في كل مركات السيارات. ده بالنسبة للشغلين اللي جاي إن شاء الله. والمعرض ده طبعا دور بتاعته 74. المعرض ده مستهدف للتصدير والإنتاج المحلي أو للمصريين وللعرب، والدول كتيرة زائرين معنا حوالي 250 زائر أجنبي من الدول العربية ومن حتى من دول أجنبية كتير موجودين معنا، عشان يحصل تعاقدات بين شركات العرض معنا ومع الناس الأجانب ويحصل تصدير، وده الهدف من أهداف الرئيسية في هذا المعرض إن شاء الله. هو احنا اهداف الدوله ان ندخل دولار ازاي معرض زي دوت للتصدير، يعني هتلاقي هنا تعاقدات بملايين الدولارات، فده دولار بيخش، ودي من اهداف الدوله ان احنا ندخل دولار التصدير وندخل دولار. احنا معرض بي تو بي مش بي تو سي، يعني معرض جمله مش قطاعي، ففيش هنا خصومات. الناس بتبيع للمحلات والمشه بتبيع للمصانع. عاملين فكره كده بره اللي هي اسمها الهب، بيراميدز هب. دي فكره جديده خالص وعجبت الناس كلها، و كل الناس أشادوا بيها إن إحنا إزاي يبقى في باركنج أو جراش نعمل معرض خارجي كمان بجانب هذا المساحات الهائلة. فدي عجبت الناس قوي، بجانب إن إحنا جايبين مستوردين مرات كتير قوي ومن دول عديدة جدا عشان التصدير مرة تانية. الحمد لله الفترة الأخيرة دي استهدفنا مشترين أجانب للعملاء المصريين هنا،
وفي شركات أجنبية بتشارك في المعرض لأكثر من 5 دول مختلفة. النهاردة احنا بنفتتح معرض شركة بيراميدز أستاذ محمد الشريف المنتج المعروف. شركته عاملة يعني بتنظم معارض طول السنة في هيئة المعارض المصرية. الحمد لله شركة عاملة شغل كويس وشايفين المعرض الملابس وشايفين بعثات مشترين وشايفين أجانب كتير على مستوى المعرض ودي حاجة كويسة أكيد بتزود القيمة بتاعت المعرض وبتدي فاليو للصناعات المصرية وللمنتج المصري وللصنع المصري. احنا بندعو كل الشركات المصرية والمواطنين المصريين ان هم يكونوا موجودين معنا في هيئة المعارض يوم 29 فبراير لافتتاح معرض القاهرة الدولي. ان شاء الله هيكون معنا دول برضو الكويت وليبيا ونيبال والهند وإن شاء الله تبقى دورة ناجحة بإذن الله. إن شاء الله بفرح لما الناس بتقولي إحنا قلبنا بينجرح في الفقرة دي، والناس دول ممكن يبقوا ناس عاديين لسه ما شاركوش في الخير، بس إن قلبهم ينشرح في فقرة فيها كامل التفاؤل وكامل الطاقة الطيبة وفيها إنجاز وفيها يعني ناس بإيه عايزة تتصارع علشان تعمل خير أزيد، وفيها ناس بيعتبروا سفرة للفقرة دي، وربنا يجازيهم كل خير. أي حد بيدل على الخير ربنا يجازيه كل خير. ومش عايزه الفقره بتاعت يوم الحد دي تبقى فقره نفرح بيها ونطمن ان الدنيا بخير والناس اللي ليهم ايادي بيضاء على الناس المحتاجين يعني يفرحوا بس، لا، ان شاء الله هنستمر ان شاء الله في الايام الطيبه دي اللي الحسنات فيها باذن الله مضاعفه نسارع ونتصارع علشان نشوف مين الاشطر في الخير. الفقره دي بنستناها لان فيها يعني شاب فاضل من ولادنا الطيبين المحترمين، ولاد مصر اللي دايما بقوله أتمنى يكون في كل مجال حد زيك يشتغل بنفس طاقتك ونفس اجتهادك. ربنا يجازيه كل خير. الأستاذ عبد العزيز رضا المدير التنفيذي لمؤسسة نبض الحياة، شرفتنا وأنستنا. والله الشرف لنا دايما بوجودنا محرك أستاذ، ربنا يخليك. وزي ما بقولك الناس يعني في ناس بيقولوا إحنا قلبنا بينشرح. لا، أنا القلب بينشرح بالخير اللي أنا بشوفه طول الوقت واللي بتنفذ من خلال وجود أهل الخير معنا، واللي بيتنفذ من خلال أهل الخير دول اللي هم بينفقوا وبيتبرعوا، أهل الخير المتلقيين وزمايلنا بقى في مؤسسة نبض الحياة الجنود المجهولة. لا يعني مجهولة أنت كل حلقة حضرتك دايماً يعني بتقدمهم ده لأن هم يستاهلوا ويستحقوا ذلك، والناس بتشتغل بمجهود غير عادي، كلنا لا نكل ولا نمل أبدا من أننا نقدر نوصل لأكبر عدد ممكن، وده اللي احنا بنعمله تحديدا في الوقت ده. على مدار السنة احنا شغالين وطول الوقت الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل مساهمات كل اهل الخير طول السنه مستمرين، ويمكن الناس كل حلقه بتشوف معانا حجم الانجازات بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ولكن ليه انا بستغل الفرصه طول الوقت وبشكر زمايلي واصحابي واخواتي والعاملين في مؤسسه نبض الحياه، اللي بالمناسبه في منهم ناس سنهم قد مرتين وناس سنهم اصغر مني وناس زمايلي في نفس السن، ولكن احنا كلنا كفريق عمل الناس بتجتهد بقدر المستطاع علشان تقدر توصل الخير للمستحقين. فبستغل الفرصه واشكرهم واقول لهم كتر الف خيركم علشان التعب اللي انتم بتتعبوه ما بيجوش في وقت من الاوقات كمان ويقولوا احنا تعبنا احنا محتاجين نرتاح. فهم لا، والمواسم ما شاء الله الله يزيد ويبارك يا رب الانجازات في مواسم بتبقى عندنا السنه كلها مواسم، لكن بقى تخيل ان انت فعلا في موسم الخير. يعني احنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى وصلنا لمرحلة بأهل الخير، وصلنا لمرحلة ان احنا طول السنة فيه انجازات والسنة كلها عندنا مواسم. تخيلي بقى حضرتك ان انت فعليا في موسم الخير. احنا في رجب خلص في شهر شعبان، كل سنة وحضرتك طيبة، النهاردة 15 طيب. شعبان وبالصدفة كل الناس كانت سهرانة امبارح بتتعبد لربنا سبحانه وتعالى وبتتقرب ليه في ليلة النصف من شعبان، وفاضل معانا 15 يوم في شهر شعبان الكريم، وندخل بقى على الشهر الأكرم شهر رمضان المبارك، وده شهر الخير وتحديدا شهر الإطعام. ال 15 يوم دول كمان 15 يوم مهمين جدا جدا طبعاً. جدا طبعاً. ومقدمة لشهر الناس صايمة فيه والناس محتاجانا جدا يا جماعة في شنط الخير او في كراتين الخير. وده اللي هيكلمنا بقى عليه حضرتك. الناس صايمة دلوقتي فعليا، وفعليا الناس بتستعد لصيام الشهر الكريم،
ولكن انا عايز اقول لحضرتك احنا حمله وطعمنا الطعام دي مستمره معانا طول السنه بقدر المستطاع. أيوة. بنحاول بمشاركه اهل الخير بنحاول قدر المستطاع نستغل الفرصه ان احنا نقدم جزء او شكل من اشكال الاطعام المحترمه لاهالينا الاولى بالرعايه. ولكن احنا في شهر رمضان الكريم تخيل حضرتك بقى انت على مدار اليوم لو احنا فاطرين في اسر كتيره جدا بيقابلها مشكله في فكره توافر الوجبه. أوه. سواء كانت وجبه جاهزه وده احنا هنوضحه هي عباره عن ايه وتكلفتها ايه او وجبه الزوجه تعملها في البيت او الكرتونه اللي بتتعمل من الزوجه بتعمل بتحضر وجبه من خلال الكرتونه اللي احنا بنقدمها لها دي. هقول لحضرتك محتويات الكرتونه ايه ومحتويات الوجبه ايه. ولكن احنا عايزين نستغل الفرصه في الشهر الكريم اللي بيبقى فاطر بيبقى عنده على مدار اليوم يقدر في اي وقت لو قابلته فرصه ياكل اي حاجه بياكلها. طب اللي صايم وما عندوش وقت غير بيبقى منتظر اذان المغرب بيقول الله اكبر علشان يلاقي وجبه نفسه. او يلاقي حاجه يقوت نفسه بيها علشان يكمل يومه. فعايز اقول للناس دي الفرصه بتاعتنا احنا مستهدفين توزيع 100,000 وجبه خلال الشهر الكريم. 100,000 وجبه سخنه 100,000 وجبه جاهزه. جاهزه وبالتبعيه سخنه. ومستهدفين توزيع 50,000 كرتونه. طيب ال 50,000 كرتونه دول المفترض ال 100,000 وجبه الاول هيتوزعوا على عدد متوسط 25 او 30,000 اسره بمتوسط 4 افراد لكل اسره. كل اسره على الاقل لازم ندخلها 4 وجبات. ولو اقل من كده بندخل لهم اقل من كده. فمتوسط الاسر اللي احنا نوصلها في شهر رمضان الكريم اللي احنا رافعين الواقع بتاعهم فعليا دلوقتي 30,000. المتوسط بتاعنا بقى اللي هنوصل له من 25 ل 30 حسب اللي هيدخل لنا وحسب احنا بنقول اسر مش افراد. الاسره متكونه من عدد من الافراد. المتوسط ما ينفعش اكل فرد والفرد الثاني يقعد يتفرج عليه. فاحنا يعني بقول لحضرتك ايه؟ اتفضلي. والله العظيم انا واثقه ان مع نبض الحياه باذن الله والثقه اللي اتعملت فيها لو انت مستهدف 100,000 وجبه باذن رب يعني باذن ربنا نكسر الرقم ده ان شاء الله. ان شاء الله هيضاعف ان شاء الله باذن طب الله. نشوف تقرير وهنتحمس اكتر وتكلمنا اكتر عن اللي هنشوفه في التقرير. نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع الاستاذ عبد العزيز رضا المدير التنفيذي لمؤسسه نبض الحياه. مؤسسة نبض الحياة بتجهز كرتونة رمضان السنة دي بأجود الأصناف عشان تناسب الأسرة في شهر رمضان الكريم. إحنا أهالينا وإخواتنا الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية عايزين الكرتونة دي، عايزين الخير ده يشوفوه في شهر رمضان. عارفين ليه؟ لأنه بيدخل عليهم السرور والبهجة. مفيش أجمل من أيام نفحات شهر رمضان، علشان كده احنا بناس عجاهدين وبنمد ايدينا لحضراتكم عشان نتشارك الاجر ده ونتشارك العطاء ده بكرتونه الخير اللي بتقدمها مؤسسه نبض الحياه للاسر الاكثر احتياجا والاولى بالرعايه بكرتونه الخير. كرتونه بتتكلف 400 جنيه. مش بس كرتونه الخير اللي بتوزعها مؤسسه نبض الحياه في رمضان، كمان نبض الحياه بتوفر وجبات جاهزه بتوزعها في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه. عندنا كمان التنوع الجميل، فتحنا باب لإفطار صائم بوجبة قيمتها 95 جنيه، وهدفنا في شهر رمضان المبارك في مؤسسة نبض الحياة نوصل ل 100,000 وجبة، لكن الوجبة الأولى بتكون من عند حضرتك. مشاركتكم معانا هتخلينا نوصل لأكثر عدد من الأسر الأكثر احتياجاً، وبوجود حضراتكم معانا زي ما متعودين في مؤسسة نبض الحياة مستهدفاتنا بتكتر ووصولنا للأسر الأكثر احتياجاً بيكتر، وطول الوقت أهالينا في نجوع جمهورية مصر العربية وقراها منتظرين خيركم. ساهم معانا في مؤسسة نبض الحياة في كرتونة الخير علشان خيرك يوصل لغيرك. نبض الحياة بتستهدف انها توزع 50,000 كرتونة في جميع انحاء جمهورية مصر العربية عشان يدخل السعادة والسرور على كل أسرة مستحقة لهذه الكرتونة. وانت بتعلقي زينة رمضان عشان تفرحي ولادك ما تنسيش ان في أسر هنفرحهم مش بزينة بنعلقها، بكرتونة بنقدمها لهم. ايديكم في ايدينا ندخل الفرحه لكل البيوت. مؤسسه نبض الحياه بتدعونا دايما ان احنا نكون مع بعض في شهر الخير. كل سنه وانتم طيبين. منتظرين اتصالك على 15740 وشوف هنسعد مع بعض ملايين. ما شاء الله. كل ست بيت هتسمعني هتحس جزء من فرحتنا بالشهر الكريم انك تنزلي كده تتسوقي على قد ما اسم كده حاجات بيتك على الاقل اول 10 ايام، وبتبقى جزء من الفرحه ان انت بيتك متامن عشان تقولي ايه لا وانا صايمه انا هنزل اشتري اجيب حاجتي واخليها عندي. جزء من فرحه الناس ان يبقى عندها اساسيات الحياه. وانا قاعده مع استاذنا دلوقتي بقوله بس اكيد بقى ما فيش سكر، قال لي فيها كل حاجه
أساسية ست البيت تتخيلها. آه خليني أقول لحضرتك اللي موجود في الكرتونة ده اللي احنا شفناه دي التعبئة الفعلية اللي بتتعمل للكرتونة. الكرتونة اللي شفناها دي هي الكرتونة اللي هتروح للأسر بيوتها. ده مش تصوير، ده الواقع. المكان اللي احنا بنتصور فيه ده، ده المخزن اللي احنا بنعبي فيه المواد الغذائية وبنجهز فيه عدد. شايفة أجود الأنواع أفضل. يعني مش عايزة أقول أنواع الحاجات، بس أنا لمحت بعيني أقسم بالله الناس كلها شافته. لو حد فتح الكرتونه لقى فيها محتويات غير الموجوده دي، ده دي مشكله كبيره. لكن احنا، انا عايز اقول لحضرتك، احنا عندنا مبدا ما عمرنا ما بنتراجع عنه، وهو من اوسط ما تطعمون. طول الوقت بنحاول نقدم الحاجه من اوسط ما نطعم، وما بنجيبش الكرتونه فيها مواد غذائيه. يعني ما نحطش فيها قرصيه، ما نحطش فيها مشمشيه، ما نحطش فيها تين مجفف. ده دلع يعني، او يعني مش دلع يعني، ربنا يزيد. رز وسكر ومكرونه، احنا بنحط رز وسكر ومكرونه وزيت، الحاجات الاساسيه. انا عايز افطر معلقتين انا ده في ناس معلقتين مكرونه حلوين كده، ولا شويه طبق رز، ولا وهقدر انا اظبط شويه خضار جنب. 13 صنف اساسي في الكرتونه. 13 صنف 13 صنف اساسي في الكرتونه. وبنحاول بقدر المستطاع. عاوز اقول لحضرتك احنا الاسعار كل يوم متغيره. الحجم اللي احنا مستهدف ده، اللي احنا بنقوله ال 100 الف كرتونه دي، يعني احنا بنتكلم بواقع فعلي للتوزيع تقريبا 3300 كرتونه يوميا محتاجين ان احنا نوزعهم، و 3300 وجبه يوميا ومحتاجين نوزعهم، و 1500 كرتونه او 1600 كرتونه يوميا لازم يتوزعوا المفترض حسب الخطه بتاعتنا التوزيعيه. الاعداد اللي انا بقولها 1600 كرتونه يوميا عشان نقدر نوصل 3000 وجبه. 3000 وجبه الوجبات. أيوة. 3000 وجبه يوميا. 3300 من 3000. شفنا اسم الله شكل الوجبات يفرح يا جماعه. برضو ده الشكل اللي بيتوزع. ايوه يعني دي الوجبه دي اللي بتطلع للناس وبتوصل للناس في بيوتها، فيها فراخ او لحمه او كفته او رز وخضار وسلطه. النهارده قبل ما اجي لحضرتك كنا بنوزع وجبات جاهزه على الناس. فتخيل حضرتك واحد الناس صايمه كمان النهارده، واحد سواق ميكروباص احنا بنديله، احنا ادينا له قبل كده في يوم تاني وجبه، فلما واحنا بنراجع الورق لقينا ان هم عدد افراد اسرته 3، هو وزوجته ومعاه طفل. فبنديله النهارده 3 وجبات. يا ربي يكرمك. بنديله 3 وجبات، فبيقول طب ده كتير. فالراجل مستغرب، طب انتوا عرفتوا منين؟ قلنا له ما بصينا في كشف الحاله. الكلام اللي بقوله لحضرتك ده النهارده. ايوه. قال انا النهارده صايم انا ومراتي. اللهم صل على النبي. والله حصل ده النهارده فعليا، وانا على الفطار النهارده هدعي لكل حد ايده كانت ممدوده في الوجبه دي عشان توصل لي، لان انتوا مش عارفين انا محتاجها قد ايه. ده احنا بنشوفه كل يوم باوجه مختلفه وباشكال مختلفه. واللي بقول لحضرتك ده كان في القاهره، في حي من احياء القاهره. تخيل حضرتك بقى واحنا في الصعيد. ما انا كنت لسه هسال حضرتك احتياجا في وجه بحري. المستهدفين، انا عارفه ان نبض الحياه وان انت قاسي شويه يعني، معلش انا اسفه، مع الناس اللي بتبحث في الحالات وفي طبعًا الاماكن. طبعًا طبعًا. وانك ده بقى في دأب وفي فريق كامل طبعًا وفي اداره كامله طبعًا للبحث عن الناس الاكثر احتياجا، والذين تحسبهم اغنياء من التعفف. ده الاهم، الناس اللي ما بتقدرش تقف في الشارع تشحت. مش بس هو دي ظاهره التسول، قضيه كبيره جدا ممكن نتكلم عليها في وقت تاني. ولكن لا، احنا مش بنتكلم على اللي واقف في الشارع يشحت. في ناس بتلف على الجمعيات وبتلف على البيوت، الناس تعرفها وبتطلب منهم. لكن في ناس تانية ما تقدرش تعمل كده، ما يقدرش يقول لك انا محتاج، حتى لو كان احتياجه ده عباره عن وجبه غذائيه. دول اللي احنا بنوصل لهم، ودول اللي احنا بنروح لهم، سواء كان في كل المحافظات اللي احنا شغالين فيها حاليا. في كل المحافظات، في كل المحافظات اللي احنا شغالين فيها حاليا، في الصعيد وفي وجه بحري وفي احياء القاهره الاكثر فقرا، من خلال المندوبين لحضرتك، مناديبنا في كل. انا عايز اقول لحضرتك الناس بتتحرك من محافظه لمحافظه علشان ترفع الاحتياج اللي انا بكلم حضرتك عليه. ال 100,000 وجبه اللي لازم يوصلوا للاسر الاكثر احتياجا، وال 50,000 اسره لازم يدخل لهم الكراتين الغذائيه. الاحتياج ده احتياج ملح، واحتياج سنوي، واحتياج موسمي. احنا بنعمل اطعام على مدار السنه، لكن الكرتونه دي لازم. الكرتونه دي نادر جدا، مش هقول للناس احنا بنعملها كل شهر، لا، ده مش واقع. الواقع احنا ما بنعملهاش كل شهر، كل سنه مره في رمضان، كل سنه مره. واحيانا بنكسر القاعده دي وبنيجي في مواسم محدده في السنه زي المولد النبوي الشريف وبنعمل كرتونه، ولكن بيبقى بعدد اقل من كده. لكن ده موسم. تكلفه الكرتونه بالمناسبه علشان بس ما انساش، 400 جنيه بتحتوي على المواد الغذائيه اللي ذكرنا. ده يا بلاش. وعايز اقول لحضرتك الاصناف دي فيها كل، يعني الرز حاطين 2 كيلو، المكرونه حاطين يعني 2 كيلو، يعني مش كيلو رز واحد او 13 صنف بس، كميات بالظبط اللي هو يوفر للاسره احتياجها على مدار على الاقل 10 من 10 ل 15 يوم حسب عدد الاسره عامل ازاي. فمين اللي يحرم نفسه بقى من الفضل ده؟
وليه هنقول وتكلفه الوجبه الجاهزه اللي حضرتك شفتها دي 95 جنيه على قدر المساهمه وعلى قدر تواجد الناس معانا على قدر وصولنا للاسر المستهدفه والاسر الاكثر. انا متاكده اصل دي بقى ما فيهاش دي بقى ايه اللقم تمنع النقم ودي مش اي لقم ده لقم وافطار صائم. لا وتعالوا شاركوا معانا وشوفوا السعاده اللي انتوا بتدخلوها على قلوب الناس بوجبه 95 جنيه طيب أو اللي عايز تقدر تساهم بيه يعني زي مثلا اخونا الفاضل ربنا يكرمه اللي قال 500 وجبه والاخ الثاني اللي قال احنا معانا ناس انا عايز افرح معنا ناس حاجز ايام فعليا في اللي حاجز كل سبت وفي اللي حاجز كل جمعه يا رب وفي ناس حاجز يوم الاثنين بقيت ايام الاسبوع بس هم حاجزين 1000 احنا مستهدفين كام 3500 يبقى لسه عندنا فرصه بالزبط. وفرصتكم يا جماعه اهو نبض الحياه بتقول والنبي تعالوا معنا اللي عايز يتمتع ويشوف الخير اللي بيعمله رايح فين يعني انتوا مش محتاجين حد يحنن قلوبكم انتوا قلوبكم حنينه انا بقول لاخواتي التانيين ان شاء الله تطلع وجبه في اليوم يبقى انت النصيب في شهر رمضان اطلع وجبه افطر لان الوجبه دي على فكره ممكن تفطر 2-3 مع بعض يعني في اسر هو ومراته وابنه هيقعدوا ياكلوا الوجبه الواحده دي حتى بغض النظر يشبعوا ولا ما يشبعوش يعني ده بيحصل فعلا فخلي ليك نصيب تفطر صايمين ويبقى صدقه وافطار صائم وخير ورزق كبير والله العظيم اللي بيفيد مننا ده يعني في ناس تتمناه فلو سمحتوا ما تبخلوش على نفسكم يلا بينا والهمه ودلوقتي عشان المؤسسه تقدر تقول ايه ده لا انا كنت هطلع 100,000 وجبه ده ما شاء الله ما شاء الله الخير يلا زودوا المطابخ لان دي عايزه برده تجهيزات فيلا بلاش نتلكع 15-740 ده الرقم الساخن وجبه كده وعقد نيه ان ربنا يحفظ لك عيالك ويبارك في صحتك وفي عافيتك ويرحم والديك يعني قول نوايا كتير واطلب من ربنا وهي لو 8 وجبه في اليوم بس بعد اذنك نشوف التقرير نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع الاستاذ عبد العزيز رضا في مركز ابو المطامير بمحافظه البحيره نبض الحياه قدرت بفضل الله انها تحقق الفرحه لاهالينا في 7 قرى بمركز ابو المطامير وخففت عنهم المعاناه بوصله ميه لكل بيت نبض الحياه في كل يوم بيكون ليها عمل جديد بتقدمه ونقدر من اماكننا نتصل بالمتبرع ونقوله جزاكم الله خيرا هديتك وصلت لكن كان لازم نيجي نتكلم مع الاهالي ونشوفهم واحنا الاثنين مع بعض نقدم الشكر لصاحب عمل الخير اللي هو العداد اللي احنا واقفين قدامه النهارده فرحانين النهارده مبسوطين النهارده القلوب سعيده وفرحانه باول عداد النهارده بندخله في اليوم الجميل دوت لاسره اولى بالرعايه واكثر استحقاقا فرحه جديده وسعاده بتتنقل لحضراتكم هنا النهارده في مركز ابو المطامير وتحديدا مش هقدر اقول لكم قريه او اتنين لان احنا متوزعين النهارده معانا اكتر من 5 أو 6 قرى ممكن حضراتكم تفتكروا معانا ان احنا جينا هنا ونقلنا لحضراتكم وقلنا احنا موجودين في قريه الكفاح وقلنا موجودين في التفتيش الاول وموجودين في التفتيش الرابع النهارده انا بنقل لحضراتكم من 56 الدواجن ومن وقت قليل جدا يمكن من ساعه او ساعه ونص كنا موجودين في مكان تاني في قريه كف 6 والاماكن هنا بتقول وبتنقل لحضراتكم احتياج اخواتنا واهلنا في المناطق البسيطه وفي الظروف وفي احوال الناس الاولى بالرعايه. كل اللي ساهم معانا في حمله وصلات المياه بمركز ابو المطامير فاز بدعوه صادقه من القلب من اهالينا الاشد احتياجا. الف شكر للمتبرعين والف شكر لكم على راسنا من فوق، يا رب يصلح حالهم وقويهم وعلى الخير كله. هنيئا لكل من ادخل السعاده والسرور والفرح على اهالينا هنا في قريه 21 مركز ابو المطامير محافظه البحيره. عايز أقول لحضرتك الفرحة على وجوه أهالينا هنا لا توصف علشان كده بقول أحياناً في أمور معينة ما بتتوصفش بتتحس إحنا هنا في أرض الواقع حاسين الموقف ده عاوز تستشعر المعاني والأحاسيس اللي موجودة لأهالينا هنا في قرية 21 ساهم بوصلة عداد مية ويا سلام لو قلت هاجي معاكم وأشارككم ساعتها هتستشعر معنى كلمة إن الطريق في المكان ده لا يوصف بل يحس بمساهمتكم هنخفف المعاناة ونفرح أسرة بوصلة مية والله فرحة الأخ الفاضل اللي أنا شفتها في عينه الناس البسيطة اللي على الفطرة دي الفرحة دي ثوابها كبير انا عاوز اقول لحضرتك احنا طول الوقت بنحاول بقدر المستطاع نعرض اللي بيحصل مش اللي عاوزينه يحصل ولو عديت لحضرتك الكرة اللي احنا يعني يمكن مشايخنا الاكارم عدوا الكرة اللي شغالين فيها في البحيره في مركز ابو المطامير تحديدا 7 قرى احنا شغالين فيهم في مركز ابو المطامير التفتيش الاول والتفتيش الرابع وصلات ميه بس وصلات ميه
ولكن احنا شغالين كمحافظات في الشرقيه والبحيره واسكندريه. اسكندريه بس عشان الناس بتعتقد ان اسكندريه دي اللي هي اسكندريه مصيف. لا احنا بنتكلم على برج العرب وامتدادات برج العرب. في اماكن محتاجه والفيوم والغربيه والزقازيق، محافظات كتيره جدا. احنا شغالين في 8 محافظات بشكل متوازي، ودي المحافظات اللي احنا عاملين فيها البروتوكولات بتاعتنا مع شركات المياه، لان شركه المياه ودي مساهمه الدوله علشان الناس تبقى عارفه، احنا بنعمل تكلفه الوصله 5000 جنيه. هل الوصله ب 5000؟ لا. والناس اللي بتخاطب الناس، انا بوجه دي رساله مني بصر ان انا طول الوقت اقولها، الناس اللي بتنزل تخاطب الناس وتقول لهم تكلفه الوصله 3000 جنيه، مفيش الكلام ده، اقل تكلفه وصله 5000 جنيه. ده فعليا على ارض فعلياً الواقع. ده من خلالنا احنا كمؤسسات مجتمع مدني ودورنا مع الدوله. الدوله بتقول لنا احنا هنعمل لكم تخفيض 50 و60%. الوصله المايه النهارده بيوصل سعرها وتكلفتها بتتعدى ال10 و12 و15 الف جنيه. احنا كمؤسسات وجمعيات بنعملها بناخد تخفيض قيمته 50 أو 60%، فبنقدر ننفذ الوصله للاماكن دي تحديدا، لان دي الاماكن اللي تكلفه الوصله فيها ما بتتعداش ال5000. هي ب5000 لكن لا تتعدى ال5000. في اماكن تانية جغرافيه تكلفه الوصله بتتعدى ال 5000 جنيه بكتير. الوصلات الاساسيه حتى لسه بعيده بالظبط. لو حابب تنفذ المقايسه بتاعتك في المكان ده تكلفتها كذا، ولكن احنا الاماكن اللي انا عديتها لحضرتك دي فيها فعليا الوصله تكلفتها 5000 جنيه. اقل من كده مفيش. لو حد قال اقل من كده ده مستحيل، لان احنا لفينا كل مكان في الجمهوريه. يعني اي حد يجي يقول لك هات 3000 جنيه وانا عامل لك وصله، ما تصدقوش. ده ما تصدقوش طبعا، وده الكلام ده على مسؤوليتي. يعني نمرة 2، احنا بنقول من خلال مؤسسات المجتمع المدني انت تقدر تساعد اسره محتاجه تدخلها وصله ميه بالتكلفه الفعليه بتاعتها اللي الدوله بتدعمها، وبنقدر نعملها ب 5000 جنيه. غير كده لو انت رحت تساعد الاسره بشكل مباشر هيبقى فيه لود، لان ثمن تكلفه الوصله هيضرب في 3 هتحمله 15000 جنيه ولا بتاع. بالظبط يا فندم. فده دورنا كمؤسسات مجتمع مدني. دي ميزه الدوله عاملاها بالتعاون مع المؤسسات الفاعله، المؤسسات الدولة طبعا في رقابة وفي إشراف طبعا، فالدولة بتدعم هذه المؤسسات بأنها بتشلها 60-70% من التكلفة. فحضرتك كأنك دافع، أنت دفعت 5000 تمن وصلة، كأنك فعليا دفعت 15000 40 أو 50% على الأقل من تكلفة الوصلة. وده دور في إدارة داخل كل شركة مية في كل محافظة. الإدارة دي إدارة المشاركة المجتمعية هي مختصة بكده، وهي اللي بتعمل لنا، وهي بتنزل تبحث معنا الحالات بالمناسبة. يعني ما بيكتفيش إن هو يديك حاله او يقول لك، لا ده هو بيبقى فعليا باحث الحاله هو كمان بالاضافه لبحثنا. وبنتفق احنا في الاخر على الحاله، بنختار الحالات اللي هي تستحق، وبناء عليه بننزل نوصل الوصلات للناس دي. طيب تكلفه ال 5000 جنيه هل هي مقتصره على العداد؟ لا، ده مش العداد بس، ده العداد وشد والمواسير. خط الميه من اول الماسوره اللي هي الخط الرئيسي لحد جوه البيت، ما يوصل لجوه البيت. وبتبدا الميه تشتغل، ويبدا الصدقة الجارية بقى اللي احنا طول الوقت بنقول للناس من افضل الصدقات الجارية هي سقي ايه؟ الماء. سقي الماء. لان سقي الماء ده سيدنا النبي اللي قال الكلام ده، مش انا اللي قلته. فسقي الماء ده من افضل الصدقات الجارية، مش صدقة لا وإيه بس. بقى ده انت مش هتسقي مية بس، ده انت هتسقي مية في رمضان لواحد صايم. وهتوفر مجهوده وهتساعده، فبتساعد وتدخل الصورة على قلب مسلم زي ما شيوخنا الافاضل علمونا في رمضان. ده رمضان يعني في خير كتير. فالوصله لو كنت بتعملها في الايام العاديه، لا سارع واعمل وصلتين ثلاثه، لانك ان شاء الله زي عشان كده بنقول ثواب مضاعف في ايام الخير. احنا ليه بنقول ده موسم الخير؟ لان دايما احنا متعودين كده كناس بتشتغل في العمل الخيري والتنموي، متعودين دايما ان اللي احنا بنعمله على مدار 3 او 4 او 5 او 6 شهور احيانا، انت تقدر تحقق الخير اللي انت بتنفذه ده في شهر او في شهر ونص، اللي هو من 15 شعبان لاخر رمضان بنعمل خير قد اللي بيتعمل في 6 شهور بالظبط. طب احنا الخير ده هنعمله ازاي لو الناس ما كانتش موجوده معانا؟ فاهل الخير، مؤسسه نبض الحياه مؤسسه او باب خير مضمون لحضرتك، وتقدر تشارك معانا بكل الاشكال اللي تضمن لحضرتك الطمانينه. لا ودايما بنقول يلا بينا مع المؤسسه. طبعا يلا نرحب يعني ضحي كمان زي ما بتضحي كده بفلوسك، ضحي بوقتك وروح شوف، عشان انت لو هتعمل وصلتين ثلاثة هتعمل 10. وسلام لو نزلوا معنا في اطعام الطعام بقى، وشافوا الاسر ويخدموا الاسر. يمكن حضرتك اثرتي في وقت من الاوقات انك تكوني موجوده معانا. انا شفت بعيني وكنت موجوده معانا في اطفح وشفتي، ويمكن كان الشيخ محمد رضا حضرتك لسه بتحكي لي في الفاصل بتقولي هو والله بيقول لي انا بكيت. ما رضيتش اقول ده امبارح وهو مولانا موجود. مولانا في واحنا بنتفرج على التقرير قال لي والله يا بنتي بكيت. بكيت وده كان في المنيا. يعني ومولانا على طول يعني في الشارع بيشوف وبيقابل لكن انه توصل انك كانت في منطقه نائيه. لانها وجبه في المنيا. كنا في المنيا. فتخيل حضرتك هو البكاء ليه؟ لان انت ابسط الامور اللي هي الوجبه الغذائيه. لا ومش عايزه اضيع الثواب. مولانا قال لي كلنا كشيوخ يعني
يعني لما شافوا عملوا خير عملوا خير كمان يعني لما عاشوا التجربه. هو كل اللي موجود مش المشايخ بس، كل اللي كان موجود اي حد قلبه فيه الستاف اللي كان موجود الخاص بمؤسسه نبض الحياه، كل الناس شاركت في اليوم ده وعملوا اثروا ان يتعمل قافله بمساهمتهم هم. ربنا يا رب في نفس حسناته. انا هستاذنك بس ااكد تاني على حضراتكم 15740 ده الرقم الساخن لمؤسسه نبض الحياه. ده موسم خير لينا مش للناس المحتاجه، ربنا حيراضي الناس المحتاجة، لكن والله العظيم ربنا رايد بيك خير. أي حد هيرفع السماعة دلوقتي ويقول أنا عايز أعمل وصلة مية، أنا عايز أفطر كل يوم واحد صايم وجبة سخنة، أنا عايز أشارك بكرتونة واحدة، دي إمكانيات، يلا يلا الهمة ما بتتعوضش. ويا عالم مين هيعيش لرمضان يعني، ربنا يا رب يديكم الصحة والعافية، بس الحق يمكن بعد الشر بعد الشر يبقى ده يعني الفرصة الأخيرة، الله أعلم يعني كلنا ربنا رايحين، ربنا يديكم الصحة والعافية رب. بس يلا الهمة بسرعة وبلاش كسل. أنا آسف ومش شرط يشارك بقيمة الكرتونة كاملة، إحنا كل جنيه بيدخل في بند بيتجمع، يعني ممكن حد يتبرع بخمسين وبمية وأي مبلغ أنا عايز أشارك في كرتونة، وإحنا بنجمع لحد ما نوصل لتمن كرتونة ونعبيها تماما. الكرتونة غالية تقريبا ضعف التكلفة بتاعت السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت 400 جنيه غالية يا فندم يعني أي ست بيت تشوف هي بتكلف فطرها يا عيالها كام، وفي افاضل يعني يعني ربنا يعين يعني الناس ربنا ويزيدهم يعني ربنا يزيدكم يا رب يزيدكم بس، والنبي يلا يلا والدنيا ثواب معاكم كده، ان كلنا هنتحمس ونفطر ناس صايمين ونساعد ناس محتاجين في شهر كريم، ما تخلوش حد يبص للسماء ويقول يا رب ما حد يسأل فيا ليه، والنبي والنبي وحياة ولادكم ان شاء الله. طيب استاذنك بس نشوف تقرير ونرجع نكلم نكمل كلامنا مع الاستاذ عبد العزيز. اتفضل يا استاذ. مشروع وقف النخيل بمؤسسة نبض الحياة هو أكبر مشروع خيري استثماري بيستهدف دعم كافة أعمال الخير. النهاردة بننقل لحضراتكم الصورة من مرحلة النمو الخضري إلى مرحلة النمو الثمري، وده فضل من ربنا عز وجل وبفضل إخلاصكم مع مؤسسة نبض الحياة. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أجد أنكم أخلصتم وأنتم تتبرعون، كل أوجه الخير تخيل ربنا يجعلها لك فضل وعدل من عنده وبركة في مالك وتوفيق لك ان انت زرحت النخلة دي. دي البداية، البداية ان انت تشوفها في الدنيا وتكمل معاك لغاية لما تجني ثمارها في جنة ربنا سبحانه وتعالى. النهاية ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها، وعد الله حقا. هو ده الوعد اللي ربنا وعده لك في الدنيا وبشرك بيه وبتشوف ثماره في الدنيا، وبإذن ربنا سبحانه وتعالى تلقى جنات يانعة في الآخرة بهذا العمل الصالح. مؤسسة نبض الحياة قدرت إنها تنفذ زراعة 6 مراحل مختلفة من وقف النخيل في سهل قرويم بالفرافرة في محافظة الوادي الجديد. وزي ما حضراتكم شايفين معايا العمال وهم شغالين على أرض الواقع بإخلاص وشغالين بهمة ونشاط وعزيمة، لأن هم متيقنين مع الله عز وجل إن العمل ده رايح لوجه الله سبحانه وتعالى. النهاردة كلنا بنقول فعلا على أرض الواقع إن دي أرض البركة، إن دي أرض السكينة، إن دي أرض العطاء، ولازم الإحساس ده ينتقل من الأرض دي إلى كل واحد لبصمة في المكان ده. وعشان يفضل باب الخير مفتوح هيكون في زراعة للمرحلة 7 بوقف النخيل في 27 و 28 إبريل القادم. وكمان مؤسسة نبض الحياة قررت إن باب المساهمة يفضل متاح للمشاركة حتى آخر يوم من أيام زراعة المرحلة الجديدة. وفقنا الله جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بمساهمتك بنخلة مع مؤسسة نبض الحياة هتضمن صدقة جارية خيرها يعم وثوابها يفضل لك في الدنيا والآخرة. يعني دي درة التاج بقى. أيوة. دي بقى اللي هتعمل لك كل الخير اللي كنا بنتكلم عنه. والحق احجز
من دلوقتي، لان ان شاء الله هينتهي موسم رمضان، بعديها على طول بعد العيد مباشره باذن الله هيبقى في موسم بقى خير. اه بالظبط، احنا 27 و28. انا عارف ان حضرتك دقيقتين وهتقولي لي خلاص احنا كده الوقت خلص. والله نفسي نقعد ساعه. فسريعا، وقف النخيل تحديدا من المشروعات اللي ما بتحتاجش تتكلم عن نفسها. انا نفسي ببقى لمجرد ان انا بشوف المشروع رغم ان انا عايش فيه، ما تتخيلش حضرتك كم السعاده بالانجاز اللي احنا وصلنا له النهارده. وكل مره بظل اقول للناس اللي احنا بنصور فيه ده اللوكيشن الخاص بمؤسسة نبض الحياة، أرض المؤسسة، الوقف الخيري بتاعكم اللي انتوا شاركتوا معانا علشان نقدر نوصله بالشكل ده. ما هوش مكان احنا بنروح نصور فيه علشان نقول لكم عايزين نعمل زيه، لا، ده اللي اتعمل، ده الناس بتيجي يعني ناس بتغش، ده اللي اتعمل بيكم بالثلاث سنين اللي فاتوا. فتخيلوا اللي انتوا عملتوه او ساهمتوا بيه، ده الواقع بتاعه. موسم الزراعة اللي جاي اللي هو الموسم السابع 27 و28 ابريل، وده بعد عيد الفطر على طول ب10 ايام مباشرة، وباب المساهمة مفتوح لحد يوم 27. مش هتكلم عن وقف النخيل ده عبارة عن ايه، وبالمناسبة احنا عندنا زراعة وقف الزيتون كمان، يعني اللي هيشارك معانا في النخيل هيبقى في نفس اليوم لو عايز زيتون في نفس اليوم، زراعة الزيتون كمان والمرحلة كانت نفس الحاجة فندم، كان نفس الموضوع. وعملناه برضو على يومين علشان نراح نريح الناس ونقدر بقدر المستطاع، لان الله اكبر كانت الاعداد ما شاء الله، ربنا يديهم الصحة ويبارك في عمرهم، بيتعبوا جدا في الطريق، ولكن بمجرد ما بيوصلوا الارض وبيشوفوا الجمال والنجاح، الارض اللي كان بيزورها السنة اللي فاتت غير اللي بيزورها السنة دي، واللي هيزورها في شهر 4 غير اللي هيزورها في شهر 10، كل سنة في تطور ملحوظ جدا الحمد لله. ومش بس كده، اللي زرع معنا في المرحلة الأولى السنة دي هتبدأ الأرض مش تديله بشاير، لا هتديله إنتاج اللي هيتباع بقى ويتصرف منه على أوجه الخير، ويبدأ بقى أوجه الخير العداد الحسنات بتاعه يشتغل. مش أنا اللي هقول، هو اللي هيشوف، وكلنا هننتقل يعني ربنا يدي الناس كلها طول العمر، ولكن بعد عمر طول لكل حد هيبقى هو قاعد في قبره ودي شغاله له ودي اللي شغاله ليه، سواء بقى كان عبد العزيز المسؤول عن المؤسسه، حد تاني مسؤول عن المؤسسه، ده وقف انت عملته الخير بتاعه. انا اديت امانتي اللي قدام ربنا سبحانه وتعالى وقدام الناس كلها، وحافظت على ده لحد المرحله اللي احنا فيها، وان شاء الله الحفاظ ده يفضل ممتد الى ما شاء الله. يعني كلام حضرتك ان بزوال الناس الوقف مش هيزول، ده وقف لله، احنا هنبقى في قبورنا. وانا بلتمس خير في ربنا سبحانه وتعالى ان هو ان شاء الله انا واحد من الناس اللي هيرفعني بيهم درجات للحفاظ على ده، وكل اللي ساهم معانا هيكون ربنا سبحانه وتعالى هيرفع درجته وهو في قبره بده، ده اللي هيفضل شغال. يمكن كل واحد فينا ابنه ينساه، ابنه يغفل عنه، ابنه الظروف الحياة تاخده او الدنيا تاخده، دي بقى الدنيا مش هتاخدها منك، لان دي الغرزة اللي انت غرستها، دي اللي اتحطت لك، وهتفضل عداد الحسنات بتاعك شغال. والنخلة الواحدة يعني، كان لسه حد مهندس بيكلمني امبارح من عشقه في النخيل، بيقول هي الحاجة الوحيدة، الشجرة الوحيدة اللي زي الانسان، ليها راس زي الانسان، لو اتقطع الجزء العلوي بتاعها خلاص الشجره ماتت، عمرها زي عمر الانسان، ولود زي الانسان، بتطلع بعد او بتبدا تقدر تزرعها بعد 9 شهور، وهي نفس مده الحمل بتاع، هي شبه الانسان في كل حاجه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى فضلها كنوع من انواع الزراعه، وسيدنا النبي وصى في القران الكريم، وسيدنا النبي وصى ان لو قامت القيامه وفي يد احدكم فسلا فليغرسها، هي دي اللي سيدنا النبي وصى عليها. وكمان ما بتديناش بس تمور، ده انتاجها ممتد، تمور وفسايل. السنة دي كل اللي زرع معنا في المرحلة الأولى نخلته هيتفصل منها على الأقل فسيلة، لا فسيلة ده ما شاء الله أنا بقول لحضرتك على الأقل فسيلة، والفسيلة دي في السنة دي هترجع تتزرع مرة تانية، واللي دي عملته تبدأ دي تعمله، وعدات الحسنات تبدأ شغال مش بس في التمور كمان في الفسايل. فالمشروع ده ثمرته عظيمه جدا، الناس ما بتصدقش ان التمر اللي بيتعرض قدامنا بيتعرض قدامنا ده دي البشاير اللي طلعت عندنا. امال اللهم صل على النبي، ده جواهر. امال بقى المحصول الحقيقي اللي هو مكتمل هيبقى شكله ازاي؟ شوف حضرتك ده، شوف الحجم كمان، اللهم صل على النبي. حضرتك حجم الكيلو ده النهارده الناس عارفه سعره كام، الناس عارفه المجدول. اول انتاج للنخله دي النهارده حضرتك دفعت فيها كام؟ اللي شارك معانا في 2021 واحنا دلوقتي في 2024 5000، والنهارده نفس السعر، والنهارده نفس السعر. طب الاكتر بقى والجمال ايه؟ اول انتاج هتدولنا السنه دي هيتعدى ال 5000 جنيه يا رب. يعني اول سما اللي انت عند الله سبحانه وتعالى اللي انت دفعته بالظبط هيبدا السنه دي يشتغل لك باكتر من الرقم اللي انت تبرعت له. ربنا يخليك، ربنا انا متشكره جدا لحضرتك، انا اللي شاكر لحضرتك، وهدومك حبيبي، شكرا لحماس حضرتك معانا في لحس الناس على فعل الخير. ده وانا يعني انا هعمل ايه جنب المجهود اللي بيتعمل للناس اللي جوه المؤسسه اللي ما بيناموش في ميزان حسناتكم؟ والله جميعا ربنا يجازيك كل خير، وربنا يرضى عنك، لان انا عارفه ان والدتك ما بتشوفكش، يعني ربنا يا رب يرضيك، ربنا يرضيك. شكرا استاذ عبد العزيز رضا. للاسف الفقره دي خلصت، استنوني الفقره الجايه ان شاء الله.
انا بفرح بالشطار، والشطار مش بس هنا في بلدنا، لا الشطار اللي بيشرفونا في كل حته في العالم، ومش بيشرفونا كده والناس الله شكرا، لا ده في ناس بتطلب منهم ان يبقى في فرص وشراكات ويفتحوا مصانع في بلاد شقيقه، حاجه تفرح الحقيقه. واللي بيفرحونا بنتصل بيهم ونقول لهم انتوا بقالكم كتير ما جيتوش ليه، فبيجوا على طول. بيشرفاني في الفقره دي دكتوره نجلاء سرحان، دكتوراه التغذيه العلاجيه، دبلومه التغذيه العلاجيه من اكاديميه السادات، مدير شركه اورجانيكا لمستحضرات التجميل والمنتجات الطبيه. يا دكتور ايه القمر ده؟ يا حبيبتي انت اللي سكر والله. وايه الشياكه والخسسان ده؟ يا حبيبتي ربنا يخليكي، شنقتك مكمله؟ لا ما شاء الله يا حبيبتي ما شاء الله باين جدا يعني، ربنا يحفظك ويحميكي ومشرفانا يعني جوه مصر وبره مصر. ربنا يخليكي. وقلت فرصه بقى، كل سنه وانت طيبه، انت لسه صايمه حبيبتي فطرانا على بق كركديه، ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم. بقول لك الفتره الجايه دي يعني لو بنصلي في البيت فاحنا متداريين، لكن بننزل كلنا ونصلي التراويح، وممكن يبقى بيتنا تراويح والصلاه بتبقى زياده. والست مننا بتتضايق من ايه؟ انها لو عامله شعرها مجرد ما 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 ما, 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 ما بتشط يعني بتملس ايديها على راسها شعرها بيتبهدل. ايوه صح. ففكره ان اورجانيكا عامله لنا منتجات اغسل شعري، ابل شعري، اترش بالميه، فانا شعري هيبقى عظيم. صح. علاوه على اني رمضان كل سنه وانت طيبه، العزومات بقى صح. اللي جايين عندي واللي انا بروح لهم الصحاب والقرايب، فلازم طبعا حماتي تيجي عندي تلاقيني مهندمه كده اموره، اهل جوزي كده يجوا يلاقوني ست مهندمه كده في نفسي. صح. انا لما اروح عند حد ما بقاش حامله هم رمضان، انا يعني مش وانا صايمه هنزل اروح اعمل شعري عند الكوافير. صح. فاورجانيكا مهنيانا ومدلعانا. نتكلم الاول عن الكلام الحلو ده، واورجانيكا عامله لنا ايه وبتساعدنا ازاي، وبعدين نتكلم على الشطاره اللي اورجانيكا عملتها، ما شاء الله الف الف بركه. الله يخليك. الخبر الجميل اللي هنقوله بس بعد شويه. الله يبارك فيكي مبدئيا، وهنقوله بعد شويه. بس اورجانيكا يمكن احنا اورجانيكا بتهتم جدا جدا بالست والراجل والاطفال كمان، يعني مش بس الستات بس، عشان الرجاله كمان ما يزعلوش، لا ده ستات ورجاله واطفال. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل حاجه زي الشعر مثلا، احنا عملنا منتجات للشعر. منتجات الشعر احنا لقينا ان الشعور اللي هي فيها جفاف، الشعور اللي فيها الشعر المجعد، الشعر الخشن، طبعا الكلام ده كله بيضايق نفسيه الست جدا وبيأثر عليها جدا. فبدانا نقول طيب ما نعمل حاجه تكون بره الصندوق خالص، وتركيبه تكون تركيبه محترمه ما فيهاش اي كيميكال خالص، علشان احنا محتاجين نعمل حاجه ما نضرش بيها الشعر. يعني احنا جبنا كل البروتينات اللي موجوده بره، البروتين والكيراتين والحاجات دي كلها موجود فيهم فورمالين، والناس بتستسهل، ودي ماده بديله بيحطوها علشان يفردوا الشعر، ومش يفردوا الشعر، الفورمالين مش بيفرد الشعر، ولكن معاه بقدر احط كميه قليله جدا جدا من الكيراتين والبروتين، ويمكن يكاد يكون ما بحطش، هو انا بحط الجزء بسيط قوي وببدا ان انا احطه فيحنط. برافو عليك، يحنط الشعرايه، تلاقي الشعرايه مشدوده وبتتكسر بسرعه والشعرايه متحنطه فعلا حرفيا، لكن ما هي سلسه ولا شكلها طبيعي ولا ناعمه طبيعي، بتبقى ناعمه فيك زي البلاستيك كده. طيب بدانا نقول احنا هنعمل ايه؟ هي مش فيك بس ومش بلاستيك بس، ده هي بتضر لي بعد كده شعري والبصيله اللي بتطلع شعري. برافو عليكي، بتعمل تلف فعلا للبصيله وتلف فعلا للشعر. فبدانا نقول يا جماعه احنا تشريح الشعرايه، احنا ده الفرق ما بيننا وما بين اي حد تاني. الحمد لله احنا عندنا مكتب علمي محترم مكون من اطباء محترمين كيميائيين كمان، وبنبدا نشتغل على تشريح كل حاجه وايه اللي ناقص فيها. يعني انا دلوقتي تشريح الشعرايه عندي اصلا اساس الشعرايه ايه؟ الشعرايه الناعمة اساسها ايه؟ كيراتين، بروتين الكيراتين نفسه. طيب الكيراتين بقى نفسه هو مادة أساسية لنعومة الشعر. طيب بعد كده بدأنا نحط إيه؟ حطينا بروتين، يعني مش بس كيراتين بقى، يعني حطينا المادة الأساسية اللي بيكون منها الشعر اللي هي الكيراتين. تمام. وبدأنا نحط معاها حاجة اسمها بروتين، والبروتين ده مجموعة من البروتينات كمان بتعزز الكيراتين اللي هو الحاجة الطبيعية اللي ربنا خلقها الفرد نفسه. وفي من ضمن بقى البروتينات دي كلها بروتين الكرياتين نفسه. فأوريدي احنا عملنا ميكس ما بين الكرياتين والبروتين عشان نبدا نعمل فرد ونعومه، وان احنا نصلح تلف الشعر. عشان كده تلاقي بعض الشعر اللي موجود عندنا لما بيبقى مقصف تلاقي الشعريه ما شاء الله بقى شكلها احلى، بقت شكل الشعريه اسمك، لان اللي عندي الكيراتين بيعوض بقى الكيراتين الناقص في الشعريه نفسها الجافه. وبعد كده بدانا نحط كولاجين.
طب هو الكولاجين بيعمل ايه؟ بيعمل لي حشو للشعرايه وبيبدا يخلي الشعرايه قويه وسميكه. وبدانا نحط فيتامينز اي واي لان دول مهمين جدا يا جماعه، جدا مضادات اكسده طبيعيه، ان انا احمي الشعرايه من عوامل التكسير وان يحصل لها مشاكل، وان يحصل لها برضو مشاكل نتيجه التعرض للشمس او التعرض لبعض نزول البيسين او الحاجات دي كلها. ده بالنسبه للبنات او اطفالنا الصغيرين. وبدانا نحط زبده شيا علشان انا كل ده محتاجه ترطيب عالي في الشعرايه، يعني محتاجه الشعرايه ستيل تبقى مترطبه كويس قوي. وبعد كده حطينا بقى زيوت طبيعيه. طب الزيوت الطبيعيه دي مهمه جدا لبناء الشعرايه، يعني اذا انت بتشتغلي على ترميم الطبقات الداخليه بتعوضي كل اللي الشعرايه فقدها. ده الشعرايه الجافه، اربع انواع شعر احنا عندنا، الشعر الناعم او خمسه كمان، الشعر الناعم، الشعر الويفي، الشعر الكيرلي، الشعر لحد ما توصلي الشعر النيجرو اللي هو الشعر خشن قوي المجعد قوي. وعندنا شعور كتيره جدا من داخل المركز هتشوفيها عامله ازاي بيفور اند افتر. لا الموضوع مختلف تماما، مختلف صحيا نفسيا، سوري نفسيتها بتتحسن جدا، مختلف كمان في شكل الشكل كله، شكل الشعر، وبيحلي الواحده جدا وبيخلي الواحده شكلها احلى. وطبعا بدانا نعمل حاجه كمان حلوه قوي، عملنا مجموعه الافتر كير. مجموعه الافتر كير يمكن اورجانيكا مميزه بيها أنا جدا. انا خليني اضيف حاجه كمان على اللي حضرتك قلتيه، هي مش بس نفسيا ومش بقى، هي كمان عمليا. طبعا عمليا صح. انا بتوفر لي وقتي وبتوفر لي مجهودي وبتديني فرصه ان انا ابقى عندي طاقه ان انا انزل اروح شغلي وانا مش تعبانه، او بنتي تروح المدرسه من غير ما اصحى الفجر عشان مشكله الشعر هتضفر وهصرح وهعمل صح. او مثلا عيني مش من بالليل اعمله لها وضربته لها اوقف الدم في المروحه لا ضاع، ده احسن اوعي تتحركي لاحسن يتفك صح. ده بيحصل الكبار كمان بيناموا بحاجات كتيره في شعرهم، فتحس ان انت قايمه رقبتك وجعاكي جسمك ما بيناموش بيضلوا الفجر وهو صاحي ومتحنط. هستاذنك نشوف برضو راشز معانا كده تمام، وتعليق حضرتك مهم. اتفضلي اتفضلي. الافتر كير بقى اللي هي بتاعت اورجانيكا. بصي بقى الشعر هنا عامل ازاي، هتشوفي انواع شعر كتير بقى. بصي الشعرايه جافه ازاي، الشعرايه جافه الشعرايه متشابكه فيها تشابك يا جماعه. البروتين والكيراتين اللي احنا حاطينهم مع بعض والكولاجين بيساعدوني على فك التشابك ده بقى ونعومه الشعر. بصي بقى هنطبق بروتين اورجانيك. بصي ما شاء الله الشعرايه يا لهوي على معاني، الشعرايه طول اختلف، لمعان اختلف، حرير الشعرايه فعلا حرفيا حرير. وعايزه اقول لك ان هي انه المنتج زيرو فورمالين يا جماعه، ما فيش فورمال دايت، في مصرح من وزاره الصحه بس المصريه يعني عايزه اقول لكم ان هو مصرح كريم فرد شعر، اتاكدوا من الحته دي، وموجود على المنصه منصه وزاره الصحه. بصي بقى الشعر هنا برضو اختلاف الشعور كلها. بصي الشعر هنا تقيل، الشعرايه تقيله والشعرايه برضو متشابكه وعايشه وجافه، والطروف عندها برضو مش صحيه. بصي بقى تعالي نطبق بقى بروتين اورجانيكا ونشوف بقى التطبيق. على فكره دي كل الحالات من داخل مركز اورجانيكا يا جماعه، مركزنا في 6 اكتوبر بالظبط. فطبعا بنطبق، وبصي تعالي نشوف بقى النتيجه تبقى عامله ازاي. النتيجه طبعا يعني يا جمالها. شفتي؟ لا 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 شفتي الجمال؟ لا 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 الجمال والتقل والنعومه والشكل الحلو والشعرايه صحيه جدا. وكنت انا فاكره ايه، ان احنا بنعمله باي مكوى او نكوي او لا 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 ده مغسول، ده هتتغسل، ده مغسول هيبقى بنفس يعني ينشف يبقى بنفس الطريقه. يا لهوي بقى ده حبيبتي برضو ده. بصي بقى الشعر صعب ازاي، يعني قولي لي ام هتعتني ازاي، ام هتعتني ازاي، او هي البنوته نفسها نفسيتها هتبقى ازاي قدام اصحابها حتى لو لابسه حجاب. على فكره بيضطروا يشدوا تحت الشعر فندخل في مشكله ثانيه خالص. بصي بقى ده بروتين. بصي بقى بعد بروتين. بصي الشعر متشابك ازاي. بصي بقى بعد البروتين يعني الشعرايه اشمعنى دي الشعرايه يا جماعه بتتكلم الازازه كبيره قوي كده ده لتر. بصي بقى في بعض الناس تاخد اللتر، بفتكر ده نوع وده نوع. لا لا ده بروتين بس ده منه اللتر، وال200 ملي هو ال200 ملي، ده 200 ملي وده لتر. في عيله بتاخد لتر، عيلة تقول لك نعمل لينا كلنا. الشعر تقيل وطويل، الشعر ما شاء الله طويل وتقيل طبعا، بس بصي ما شاء الله لحد الاخر. خدتي بال حضرتك من التقصيف والتشابك اللي كان حاصل؟ مفيش يا حبيبي. بصي بقى التقصيف ليه، لان انا عندي بروتين، بروتين الكرياتين والكرياتين والبروتينات اللي موجوده بقى متحدل. يا جماعه البروتينات بتغذي الشعر. بصي بقى ايه رايك، شايفه إيه؟ الشعر عامل ازاي يعني من غير ما الشعر عامل ازاي حبيبتي؟ شعر صعب جدا. عايزه اقول لك هنا ما تقدرش، على فكره ما تقدرش تعتني بيه خالص. وعايزه اقول لك الشعر ده فيه تساقط، الشعر دي فيه مشاكل كتير. ما هو انا اوريدي مش عارفه اوصل لفروه الراس بالظبط، كنت هقول لك انا فين القاع. بصي ما شاء يا الله يا روح قلبي. بصي الطول، شايفه الطول ما شاء الله بيظهر ازاي، لان الشعر المجعد بيبقى ايه، بيبقى عامل زي السوسته، تلاقيه لامم على بعضه، فده اللي حصل. بصي ما شاء طب الله. طب هو بيقعد حلو قوي كده لمده مثلا كام اسبوع؟ بيقعد من بصي بيقعد من 9 شهور لسنه اوريدي موجود، ودي ده الاختلاف ما بيننا وما بين اي برودكت تاني موجود بره. بس في حاجه بقى بتحصل، انا الشعر بينمو عني عندي يعني اوريدي الشعر الجذور بتطلع.
الجذور بقى فيه ميزه حلوه قوي ان احنا بتتحسن بنسبه 30-40% بالافتر كير اللي موجوده، فاوريدي تحسي ان ملمسها اتحسن، انت نفسك بتيجي. وان شاء الله الحلقات الجايه هعرض لك اراء ناس بقى وهم جايين للسادس مره وعاشر مره الله. عندنا المركز وبيقول لك انا الروتس بتاعتي اتحسنت جدا جدا، وانا حاسه ان ده علاج مش فرد بس، ده علاج عليك للروتس نفسها. فاحنا بتحسن ب 30-40%. لا عارفه كمان المفيد ايه حضرتك؟ ان انتوا كمان انتجتوا في المعمل طبعا افتر كير عنايه بعد ما يعمل ده عشان بالزبط. ما بوظش اللي عملته. حطينا شامبو فيه نفس مكونات البروتين علشان يبدا كل ما البروتين يبدا ينزل يعوض لي البروتين تاني. ده بالنسبه لي. طيب بالنسبه ايه تاني؟ حطينا هير ماسك، والهير ماسك يعتبر ترميم على البارد. انا بديكي ترميم في نفس مكونات البروتين واقول لك اعمليه في البيت هير ماسك، ده ترميم على البارد فيبدا يعوض لك برده اللي بينزل من البروتين. عشان كده الفتره بتطول. وعندي كمان سيرم، السيرم ده مهم جدا جدا انه يعمل كوتنج او كفر للشعرايه يحملي كل الحلاوه اللي انا عاملاها دي بمعنى صح، اللي هو ان انا عملت تريتمنت علاج للشعر وبدات ان انا اعوض الشعرايه نفسها عن الناقصه، فانا محتاجه اعمل لها كفر بقى، كفر حمايه بس. يعني ونصيحه طبعا ونصيحه بقولها ان احنا السيرم لازم يتحط والشعر مندي، ما ينفعش احطه الشعر ناشف. حتى في العادي لو انا بستخدمه عشان هيشان او حاجه، الشعر عندي يبقى مندي شويه ويبدا ان انا احط السيرم او احط الزيت كمان. تمام. من الحاجات المهمه قوي حضرتك ذكرتيها، لان بنشوف بقى منتجات ياما على السوشيال ميديا وهنا وهنا مش مصرح بيها، لكن اورجانيكا ما فيش منتج بتطلعه غير مصرح بيه واخد تصريح ومكتوب فيه الغرض منه، تصريح زي اللي قدامنا اهو، هتلاقي الغرض موجود ان هو كريم فرد شعر. ده يا جماعه مهم جدا، مش مجرد حاجه اسمها كريم للشعر، لا طبعا ده كريم فرد، كريم شعر ده وتاخديه كلمه بروتين فوق اعرفي ان هو مش بروتين اصلا، لكن هو مصرح الغرض بتاعه كريم فرد شعر. تمام. هتلاقيها موجوده تحت كده في الغرض. طيب ده بالنسبه لبروتين اورجانيكا. بالنسبه كمان لكل المنتجات كلها مرخصه بالنسبه لشهاده الايزو كمان، وده الحمد لله اللي خلانا يعني ده الايزو بقى ده اللي خلانا ان شاء الله بره مصر، يعني الخطوه العظيمه اللي اتشرف الحقيقه الحمد لله اللي حصلت دي اللي شجعتنا وخلتنا يعني الحمد لله بنصدر. وكمان في نفس الوقت ان احنا انا عايزه الفت النظر ان ارقام التليفونات اهي قدامنا، ودي شهاده الايزو وارقام التليفونات اهي، نصورها لان ممكن يبقى عندك سؤال او عندك سؤال انا ما سالتوش بالزبط. فده هتستفسر منه على اللي انت عايزه، هتسال حتى لو اخدت المنتجات طريقه عملها ازاي، علشان برضو هحافظ ازاي على اللي عملته عشان ما يروحش. طب طالما جبنا شهاده الايزو بقى نقول في عجاله كده قبل ما نتكلم عن الترميم، شهاده الايزو فادت الاورجانيكا في ايه؟ شهاده الايزو فادتنا في ان احنا نقدر نصدر بره، وان احنا الحمد لله بفضل الله لينا فرع في دبي حاليا، ولينا فرع كمان ان شاء الله ان شاء الله ده اللي كنت موجوده عشانه في السعوديه كمان، ان احنا ان شاء الله بنعمل مصنع في السعوديه. مصنع باذن الله، مصنع اورجانيكا في السعوديه. الله. ان شاء الله باذن الله. الله باذن الله ان شاء يعني الله هيبقى مصنع ومن خلاله في فروع فروع ان السعوديه في الخليج طبعا، والخليج كله متصل وكله منطقه واحده ان شاء الله. قريب هيبقى موجود في اكتر من 11 دوله باذن الله. الله باذن الله ان شاء الله. حبيبتي مبروك اورجانيكا، الف مبروك. الله يبارك فيك. والله احنا بنعتبر احنا شركاء انا والله مبسوطه جدا، لان كمان ردود افعال مشاهدينا على منتجات اورجانيكا الحقيقه تفرح القلب الحمد لله. ولما حد يتصل ويقول انا ربنا يجازيكم خير عني نفسيتي اختلفت ونفسية بنتي الطفلة اختلفت في المدرسة كتير، يعني الحمد لله جاي لنا ناس كتير الحمد لله بفضل الله الحمد لله. طب كلميني عن الترميم. الترميم. الترميم احنا لما بدأنا بدأ يبقى موجود عندنا شعور ضعيفة جدا، الشعور دي أطفال صغيرة جاي لنا سنة مثلا 3 سنين أو 4 سنين، جاي لنا كمان ناس كبيرة شعرها متدمر لفت. طبعا بصي انت بيجيلك بعد كده تلاقي ناس لفه عامله فيلر وعامله بوتوكس، طبعا مفيش الكلام ده خالص يا جماعه، يعني على مسؤوليتي الخاصه ايكوال بروتين. طيب فيلر بوتوكس عاملين مش عارفه ايه حنه فرد سيليكون عاملين مواد الكيميائيه اللي في الانابيب اللي بتبقى موجوده بره، كل الحاجات دي مدمرين بيها روابط الشعرايه. الشعرايه مأستكة، الشعرايه تلفه مأستكة. طبعا طبعا مأستكة، الشعرايه عامله زي الاستك كده، بس شفتي حضرتك انا اسفه يعني كنافه زي الكنافه، كتلاقيها رايحه جايه معاكي زي الكنافه وزي الاستك. فطبعا بدانا نقول احنا في شعور ضعيفه جدا ونفسهم يعالجوا الشعور دي ونفسهم ان هم يفردوا شعرهم، فبدانا نعمل حاجه اسمها ترميم. في حوالي 3 انواع عندنا من الترميم، مش نوع واحد على فكره، بس 3 انواع. طبعا حسب نوعيه الشعر. انا عندي شعري عامله سحب لون هستخدم له ترميم معين، في ترميم تاني خالص مش هينفع. في عندي ترميم للشعر اللي بيبقى المفروض مقصف وهايش جدا وتم معالجته قبل كده بمواد فرد معينه. وفي عندي شعر تاني مش محتاج غير ترميم على البارد،
انا عندي ثلاث انواع ترميم، ترميم على البارد وترميمين اتنين على السخن، ده غير فرد البروتين. طيب ايه اللي ايه المختلف؟ ان انا شعري هنا بيبقى ضعيف جدا، شعري بيبقى سحبه لون، شعري بيبقى عامله حنه، ببقى فيه الوان كتير، في بنات بتبقى شعورها ضعيفه، يعني بصي الشعر اللي عندنا ده ضعيف طويل بس ضعيف بالظبط، نازلي على الفاضي واضحه بالظبط. الشعرايه بصي هايشه يا خفيفه، الشعرايه مش هتستحمل بروتين يا جماعه، هنا مش هتستحمل بروتين، مش هتستحمل كبس مكوى. تعالي بقى نشوفها بعد الترميم، بصي اللون يا حبايبي، بصي إيه بصي إيه الجمال بقى، يعني ده شعر خيل، ده بالظبط هي نفسها مبسوطه، مامتها مبسوطه جدا جدا، وعايزه اقول لك يعني ما شاء الله الناس طايرين، بيقول لك احنا مش مصدقين، يعني كفايه ان انت وانت بتعملي فولو اب انت واثقه في منتجك، اللي عندك الجروب كله الفريق الطبي بيعمل فولو اب، بيبقى واثق ان هو بيكلم العميل بيقول له المنتج هايل الحمد الله. لله بصي هنا الشعريه برضو شايفاها على الفاضي ازاي، تحت على الفاضي بينا. وخفيفه وناعمه على فكره، الشعور الاثنين اللي عدوا كانوا ناعمين، مش محتاجين على فكره، بس هايشه بس مش محتاجين. بصي ما شاء الله بقى الشعرايه يا جمالها، هي ريتش تساوي الشعر شويه، بس الشعرايه ما شاء الله كلها تحفه من اولها لاخرها، حتى الشعر اللي كان هايش تحت ما شاء الله. بس الشعريه بقى لها تقل يعني، الشعرية وانتي بتشيليها كده تقيلة، بصي الشعرية هنا وده ضعيف برضو، دي بقى كان عندها مشكلة في التساقط. احنا بيجينا ناس عندها مشاكل تساقط شديدة جدا، دي تعمل ترميم بصي ما شاء الله دي كان عندها مشكلة تساقط وعالجت معانا تساقط الشعر، لان احيانا بنرفض خالص ولا ترميم ولا اي حاجة لما يكون في مشاكل شديدة جدا في الشعر. وده انا بقول يا جماعة من هنا، ما تفقديش شعرك، اصلها مش مجرد ان الموضوع تجاري، لا انت بتروحي بتيجي عندنا المركز بيتم الكشف على فروة راسك، بنقدر نعرف فيه ايه بالظبط، بنقدر نحدد لك ايه. بصي هنا عاملة الوان برضو مموج بس عاملة الوان فيه، وكانت عامله سحب لون وعامله شويه حاجات كده معينه فيه. طبعا احنا بناخد اصلا الهيستوري بتاع العميل كله، انت عملتي فين، عملتي ايه، طب عملتي بماده ايه، الحاجات دي كلها. بصي بقى بعد يا حق الله، بصي الشعريه اصلا لونها كمان اللون تحفة. بقى تحفه اللون، اتحسن جدا الشعريه ما شاء الله، وكلها سوا بعضها واللمعان واللمعان اتحسن يعني جدا. يمكن الترميم ما بقولش تركيبته زي البروتين، لان انا زهقت بصراحه من كتر ما بقول التركيبات، والاقي ناس تانية طالعه تاني يوم بيقولوا نفس تركيباتنا، فيمكن الترميم يا جماعه هو مجموعه تانية خالص بنحتاج نشتغل بيها اكتر على الشعور الضعيفه وتقويه الشعور الضعيفه زي ما حضرتك شفتي كده. ولو ملاحظه ان الالوان ما بتتغيرش، الواننا ما بتقرنش. طيب احنا عايزين نتكلم بقى عن برضو مشكله دي بقى رجاله وستات صغيرين وكبار، تساقط الشعر، اللي يقول لك ده انا شعري بيقع بطوله، ده انا حتى الشباب ده انا لما باجي على الحوض اغسل شعري كده بلاقيه كتير، وبلاقيه في ايدي او بدهنه او حاجه بلاقيه في ايدي او بلاقيه على المخده كتير. بصي تساقط الشعر ده اسبابه كتير جدا، يعني اولا سوء التغذيه، لو انا ما بتغذاش كويس، ثانيا لو انا عندي فيتامينات معينه ناقصه في جسمي، يعني عندي الهيموجلوبين قليل، عندي فيتامين د ناقص، عندي مشاكل في الغده، عندي حاجات كتيره ناقصه في جسمي، يبقى انا ببدا ان انا اقول ان انا في عندي تساقط في الشعر هيبدا يحصل. طب انا عندي صلع وراثي في العيله، يبقى انا عندي تساقط وراثي اللي هو هيؤدي ليا الصلع الوراثي نفسه، تساقط يؤدي بيا الفراغات اللي هتبقى موجوده. طب ودي تساعد فيها ازاي كاورجانيكا؟ يعني ساعد كاورجانيكا ان احنا عملنا برده مجموعه، والمجموعه دي كامله، المجموعه دي فيها لوشن، اللوشن ده بدانا نشتغل على محفزات بصيلات الشعر بدون كيميكلز، يعني احنا مش حاطين برده مينوكسيديل يا جماعه، المينوكسيديل ماده كيميائيه بتضطر انها تلعب في الضغط بيبقى طالع نازل، والضغط ده بيسبب صداع، ناس تيجي تقول لك انا مصدعه إيه، طب ايه، اقول لك انا بستخدم مينوكسيديل، لا احنا بدانا نستبدل. المكتب العلمي بدا يقول لك الدراسات عامله 1 2 3، ده بقى فايده انك يبقى عندك مكتب علمي يقول لك الدراسات بتقول 1 2 3 على المواد دي، اللي هي ايه بقى، مسرع الكافيين، مسرع جدا من نمو الشعر، تمام، فالكافيين بيحسن لي الدوره الدمويه في فروه الراس، فيبدا يخلي البصيله تاخد المياه والاكسجين ويبدا يديها للصاف فتبقى قويه وما تبقى قويه. دي اسمها خلاصه الكافيين، مش الكافيين القهوه اللي احنا بنعملها، بس عشان ده انه صراحه ماشي. طيب خلاصة الكافيين، حطينا الجينسنج، حطينا عشبه اسمها السوبال ميتو، ودي انا عايزه الناس تعمل عليها سيرش، مكافحه لهرمون الدي اتش تي اللي هو المسؤول عن الصلع الوراثي، بتكافحها عندي، تبدا تنبت الشعر، تعيد انبات وبناء الشعريه تاني. طب بدانا نحط ايه كمان، بدانا زي ما قلت لك الجينسنج، كافيين، السوبال ميتو، بدانا نحط كمان احماض مهمه جدا للشعر، وبدانا نحط كمان فيتامين اي واي، ودول مهمين جدا يا جماعه لبناء الشعرايه. زيوت بقى طبيعيه، بدانا نحط كل الزيوت الطبيعيه المحفزه لنمو وبناء الشعر نفسه. وبدانا نحط ايه تاني، بدانا نحط مجموعه من الزيوت الطبيعيه وشامبو فيه نفس مكونات اللوشن،
ليه؟ ده في المجموعة. ليه عاملينها كده؟ المجموعة لازم تبقى متكاملة من أول غسيل الشعر لحد إن أنا أحط اللوشن اللي هو يومي بيبقى ليف إن موجود، وإن أنا أعمل حمام زيت. يا جماعة الزيت ما بيتحطش، الناس اللي بتبدأ تدلك شعرها الزيت، بلاقي ناس دهنة شعرها وفروة راسها للأطراف زيوت، طبعًا ده غلط. أنا بعمل حمام زيت بس، فاحنا حاطين كل الزيوت اللي بتساعدني على الانبات برضو. طب احنا معانا على الشاشه برضو صوره قبل وبعد، شايفه ده شاب شايفة بقى الفراغات. الصوره بتتكلم، يعني الصور بتتكلم، والمنتج كمان موجود اورجانيك جنب الشعر نفسه، لان احنا دايما بنحب ناخد الصور على طول نحط منتجنا عشان نبقى عشان محدش يشوفها كمان. شايفه ايه رايك؟ باينه باينه خالص، يعني ما شاء الله التحفيز، المحفزات انت شغاله على طبيعي من غير ما اروح اعمل زراعه واتكلف ويا عالم الزراعه دي صح ولا غلط، ويا عالم كمان، والتكلفه بتبقى مرعبه. التكلفه بتبقى عاليه جدا. بصي بقى هنا ده حد تطورات. فضل بالظبط بيصور نفسه في كل المراحل. يعني انا كان شعري، هو عنده صلع وراثي، تشخيصه كان صلع وراثي، وبدا تدريجي لحد ما وصل ما شاء الله للنتيجه اللي احنا شايفينها دي. اللي اخد فيه نتيجه احنا مرضية. ما بنقول احنا بنقول ده مش سحر. بصي بقى الشاب ده الاول يا حبيبي، ده باين جدا جدا. عايزه اقول لك ان ده مش كان يعني في ده صلع وراثي قوي. ده صلع وراثي اوريدي. وعايزه اقول لحضرتك ان احنا الانبات الشعر، ما هو السحر انبات الشعر بياخد وقت. انا عندي من 3 شهور المفروض ان انا ابدا اخد عمليه الانبات. طب في ناس قبل كده اولا في 15 يوم انا التساقط بيبدا يقف تدريجي. طب بعد ال 15 يوم التساقط وقف، في غذاء رايح للشعراي، الغذاء ده يبدا يدخل للشعره، يبدا يحصل عمليه انبات بعد كده. تدخلي في مراحل الانبات وان التساقط كله يقف، وبعد كده تبداي بقى الشعرايه تتغذى كويس ويبدا شايف زي ما حضرتك شايفه النتائج دي. احنا معانا حد من المحبين، ايمان. الو اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيك يا ايمان؟ طمنيني ايه الاخبار، عشان انا سمعت اخبار حلوه خالص. انا بصي كنت جايبه منتج اورجانيكا لبنتي من شهرين وعملته كان تحفه. بنتي صغنونه عندها 6 سنين. وتواصلت برضه مع البرنامج قبل كده، بس انا جايه بقى اقول تجربتي لان انا اللي عملته. يعني هي عملتي في الاول بعد كده انا اللي عملته. عملته ولا في البيت؟ لا مش في البيت. عملتيه بره المركز. يعني خدتي المنتج وعملتيه بره. جميل جدا وكان تحفه. يا بنت صغنونه عندها 6 سنين وعجبني جدا، وهي عشان بقاله شهرين معمول فما شاء الله الجذور طلعت، ملاحظه ان هي متحسنه بنسبه كبيره، يعني غير شعرها كده خالص. لا فعلا لاحظت الموضوع ده فعجبني جدا، مش مجرد فرد او كده، لا ده هو عالج لها شعرها، لان انا شايفه تحسن في الجذور. وما حسيتش باي 6 سنين مناسب ل6 سنين. لانه طبيعي هو دي قادره تقعد. احنا بنقول دايما هو امن على كل الاعمار، مفيش مشكله، بس انا 6 سنين يعني قادره تقعد. فاهمه؟ هتقولها عاوزه. كانت قاعده وكانت فاهمه هي بتعمل ايه، وعارفه ان هي المفروض بتقعد، كانت متجاوبه يعني تمام، مفيش مشاكل. انا مبسوطه برايك ده يا ايمان. دكتور مبسوطه بيكي جدا. بس وانا برضو عملته ولسه عاملاه برضو نفس النتيجه. جميل ونعم طبيعي كده وبسم الله ما شاء الله، يعني مفيش اي مشاكل. شعرية مش فيك يا ايمان صح؟ شعرية ناعمه طبيعي. شعرية ناعمه مديكي الاحساس الطبيعي. ايوه ما دي اكتر حاجه بقى عجباني فيه، ان انا حاسه ان انا شعري لا ده طبيعته كده، مش اللي هو عاملها ترميم او حاجه، لا بجد ما شاء الله تحفه يعني. شكرا يا حبيبتي والله. ربنا يوفقك. طب العرض ايه بسرعه عشان الوقت خلص؟ في اوفر 50% على كل منتجات اورجانيكا وكل خدمات مركز اورجانيكا. كل خدمات مركز اورجانيكا وكل المنتجات للبشره، البشره للشعر طبعا للشعر، الضوافر المنتج الجديد. وعايزه اقول الرو باودر، والرو باودر مع 50%. المجموعه. شكرا، بشكر حضرتك جدا جدا، شرفتيني وانستيني. للاسف الفقره خلصت والحلقه كمان خلصت. استنيني دايما على قناه تن وبنت البلد. سلام عليكم.